على غير العادة هذه المرة غزة التي تعاني حصار الاحتلال هي من تتضامن مع العالم في ظل جائحة كورونا التي فرضت تداعياتها القاسية على مختلف الدول والشعوب. نوصل رسالة إلى العالم أننا بحاجة إلى أن تقفوا إلى جانبنا ضد فيروس الاحتلال. نحن نعاني من احتلال جاثم على أرضنا منذ أكثر من 6 عقود. قطاع غزة يعاني من حصار فيروس هذا الحصار منذ أكثر من 15 عام. نحن نعاني من فيروس عدم وجود مطارات أو موانئ. فميناء غزة شهد فعالية تضامنية مع الدول المنكوبة بكورونا من خلال رفع أعلامها وإطلاق رسائل التضامن من شعب غزة المحاصر. نحن كمجتمع فلسطيني برغم كل المعيقات التي نمر فيها وبرغم كل الحصار الذي يعني تسبب لنا بالكثير من المعاناة إلا أننا نحن نشعر بغيرنا، نحن نساند غيرنا قدر المستطاع وله دور جدا كبير في تعزيز المساندة والمسؤولية المجتمعية منا نحن كفلسطينيين تجاه مجتمعنا الخارجي. وتبقى غزة المحاصرة واحدة من الأماكن الأقل تأثرا بالفيروس في ظل اقتصار الإصابات على 4 حالات فقط بعد شفاء 16 أخرى. وفي ظل الأزمة العالمية بفعل وباء كورونا تلفت غزة الانتباه إليها من خلال إعلان تضامنها مع ضحايا هذا الفيروس. فبالنسبة إلى سكان القطاع المحاصر تبقى الإنسانية واحدة لا تتجزأ. أحمد شلدان، غزة، الميادين.